خايفة خانم بدها تشوفك. فور هون لقلك. اسماعيل بحبها لصفية. بعتقد هن مجوزين بالسر بلا ما أمها تعرف. دهب! دهب! إمتى نطلع من البيت؟ بس يا باشا. افعل المستحيل كي لا يبقى في المخفخ. يجب أن نتقاضى من خارج هذا الخارج. الباشا الجزء الثالث يومياً طيلة شهر رمضان المبارك 9:30 المساء على الجديد